إذن مشاهدي الكرام، نتابع الآن هذه الغارة الجديدة على الضاحية الجنوبية وأطراف أيضا الضاحية الجنوبية. كنا قبل قليل نتحدث عن سانتريز، هذه المنطقة القريبة من على مشارف الضاحية الجنوبية، وقبلها أيضا كنا نتحدث عن منطقتي الرويس والعمروسية في الضاحية الجنوبية. ومنذ الصباح كان الحدث الأبرز في البسطة الذي استهدف مبنى من 8 طوابق، وكان المقصود محمد حيدر القيادي في حزب الله، ثم إسرائيل اعترفت أنها كانت محاولة فاشلة. إذن الغارات، يمكن القول إنه الغارات وأوامر الإخلاء على الضاحية الجنوبية والبلدات القريبة من الضاحية الجنوبية لم تنقطع منذ صباح اليوم بهذه الكثافة الكبيرة جدا التي نلاحظها بهذا الشكل. إذن يعني كاميرا الحدث تحاول أن تقرب المسافة والمشاهد للمشاهد الكريم الذي يتابعنا حتى الآن، لكن هذه صورة على مشارف الضاحية، وفي المساء لا تستطيع أن سحب الدخان يمكن أن تكون واضحة بالقدر التي تكون فيه واضحة في النهار. إذن الغارات لم تنقطع طوال هذا اليوم على الضاحية الجنوبية. تحدث عن غارة جديدة، قبلها بقليل كانت سانتريز، والآن غارة جديدة أخرى والعمروسية ومناطق أخرى أيضا لم تسلم من هذه الغارات الإسرائيلية المستمر. أشير أيضا إلى أن هذه الغارات على الضاحية الجنوبية وبيروت، كنا نتحدث قبل قليل أيضا عن الشرق، شرق لبنان بعلبك، وكنا أمام غارة نتج عنها 8 قتلى و9 جرحى، منهم 4 حالتهم خطرة. إذن الغارات الإسرائيلية لا تنقطع على الجغرافيا اللبنانية، سواء في بيروت أو في داخل الضاحية الجنوبية في بيروت أو في شرق البلاد في بعلبك. أما في الجنوب فالمرحلة الثانية من العملية البرية كانت مستمرة وبكثافة على 3 محاور، يحاول القوات البرية الإسرائيلية مستندة بغارات من السماء، طائرات F-16 الإسرائيلية التي تصنع غطاء في السماء، يتحرك على إسرها القوات البرية الإسرائيلية في 3 محاور في الجنوب بهذه الكثافة التي تبعناها أمس واليوم. إذن في نعود إلى ما كان في الصباح في تطورات غارة البسطة في وسط بيروت. أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن العملية استهدفت بالفعل القيادي في حزب الله محمد حيدر لكنها فشلت. قبل ذلك نفت مصادر داخل حزب الله للحدث وجود القيادي في صفوفه محمد حيدر داخل المبنى الذي استهدفته إسرائيل. وحيدر الذي تم تداول اسمه كمستهدف في الغارة كان نائبا سابقا في البرلمان اللبناني ومستشارا لنصر الله، ويوصف بالعقل الأمني الاستراتيجي للحزب. وكالة الأنباء الرسمية في لبنان كشفت أن إسرائيل استخدمت قنابل خارقة للتحصينات، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل، وذلك في رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة في وسط بيروت.